هنشوف يا عم حاربي ماشينا وراس الصلاح بتاعك ده يودينا لحد فين. يا عم بطل عبط وكلامك الفارغ اللي يودي ولا يجيب ده. روح انت دلوقتي ظبط مع السواقين واديهم عنوان مخزن عنتر الجديد وبحصل لي على مستودع. ماشي يا عم حاربي، نشوف اخرتها معاك. ايه الاخبار يا معلم بركه؟ كله تمام يا كوماندا. عفارم عليك، اشتغل بجم يا عم بدل ما تلخبط. عم ازيك يا معلم؟ فينك من امبارح يا حربي؟ غصب عني والله يا معلمه، كان ورايا مصلحه كده باجي وراها. خلصت المصلحه ولا لسه؟ فاكر عنتر بيه اللي كنت بجيب من عنده الخرده واللي خلصنا الموضوع ده مع رشوان؟ اه فاكراه طبعا. اتضح بقى ان عنده مخازن خرده مليانه لتم تاني. رحت عشان اتفق معاه ان اشيل كل الخرده اللي عنده. بقيت بتعمل مصالح من ورايا اهو يا حربي. ايه ده معلمه؟ انت فاكره اني بعمل المصلحه دي لنفسي؟ ده ليكي. لي انا المصلحه دي؟ لي انا؟ طبعا. بكره الصبح هتشوف العربيات وهي جايه محمله خرده ما كنتش تحلمي بيها. طب لما هي مصلحه لحسابي ما قلتليش من الاول ليه جاي تفاجئني؟ حبيت اعمل لك مفاجاه معلمه، وبعدين انا عايزك يعني تبعدي عن قرف الشغل والمستودع والكلام اللي انت فاهماه ده. عايزك تتهنني وتتستتي وترتاحي وتسيبي قرف الشغل ده لي انا وزين. بقيت بكاش قوي وأونطجي قوي وشاي قوي يا حبيبي. انا بكش على الدنيا كلها الا عليك انت يا ست الستات، يا احلى واجمل معلمه فيك يا مصر. طب جاي النهارده ولا مزوغ؟ وانا اقدر ازوغ برضه طبعا. جاي هستناك. ماشي حربي. ايوه زين. عايزك طب بالاذن يا معلم. وده عايزه ايه دي رخصه؟ بتقول عايزك في حاجه مهمه. حاجه ايه؟ انا مش عرفني انا. طب بقول لك ايه؟ لغي انت المعلمه على ما اروح اشوفها عايزه ايه واطرها. ربنا معاك يا صاحب حبيبي، اتكل على الله. صباح الخير يا استاذه اماني. صباح الخير يا سيدي. ايه قفلت تليفونك من الصبح ليه؟ لا مفيش والله، اصل البطاريه بس وقعت ونسيت اشحنها. في حاجه؟ اركب. اركب على فين؟ اركب بس وبعدين هقول لك، في مشوار مهم لازم نروحه مع بعض. طب مشوار ايه بس؟ افهم الاول يا سيدي. اركب وبعدين هقول لك. يلا. ايه يا زين حكايه صاحبك حربي ده مع البت اللي كل شويه تنطط له دي؟ البت دي ده اصلها بتعمل عنه موضوع في الجورنال بتاعها ده، فيعني تاخد منه شويه حوارات كده. حوارات صاحبك كترت قوي اليومين دول. انا عارفه انك صاحبي واقرب واحد لي. هسالك سؤال وجاوبني عليه من الاخر من غير ما تكذب. ايه اللي بين حربي والبت دي؟ نعمل اللي انا اعرفه قلته لك يا معلم، بس انا اقول لك كلمتين وتصدقيني. قول. حربي ده صاحبي وانا عارفه كويس قوي. بنت زي الصحفيه دي ما تملاش عيني خالص. دي بنت كده فرفوره وخفيفه قوي يعني. الست اللي تملى عين حربي بجد لازم تكون تقيله وراسيه ومال وردومها كده. ما يمكن ريقه جري على البنت الخفيفه الفرفوره اللي مش عاجباك زي. لا لا، حربي ده تقيل قوي قوي. هو زي ما بقول لك كده، كلام جرايد وحوارات وخلاص. شكلك صاحبه قوي وبتحبه قوي. على العموم نصبر احنا، رانا ايه؟ نصبر على صاحبك وحواراته.